والله أنا أتمنى أن يتجاوز حدود العراق وسوريا ولبنان واليمن ويصل إلى عقر دار طهران، هذا اللي أتمناه. لكن السؤال المهم، ما الذي تفعله الآن أمريكا في سوريا وفي العراق؟ أمريكا لمحاربة أسقطت تنظيم النظام داعش العراقي الإرهابي. السابق، أسقطت النظام العراقي السابق، أتت بمن؟ أتت بميليشيات تحكم العراق موالية لإيران، وتعرف أن إيران هي العدو الرئيسي، وهو الذي يزودهم بالأسلحة وبالمعدات، وهي التي تزودهم بالطائرات المسيرة. ومع ذلك أمريكا لا زالت مصممة على التعاون مع القوى، مع الحكومة العراقية نعم ومع دكتور، القوات العراقية لكن ومع الميليشيا وغيرها. الولايات المتحدة داعش احنا عارفينها طال عمرك، دائما تعلن أن داعش عارفينها، الهجمات لكن السؤال المهم، من يقف وراء داعش؟ ولماذا لم تستخدم أمريكا القوات الوطنية الموالية للعراق ودعمت الوطنيين العراقيين والسوريين داخل سوريا والعراق ولبنان وغيره؟ لماذا لم تعرف أمريكا أن في حالة الآن التفاوض بينها وبين إيران، لماذا لم تستطع أن تفهم بأن العدو الإيراني سيستخدم كل الوسائل ضدها حتى يتم التفاوض بطريقة أو بأخرى وفق شروطه؟ لكن دكتور إيران محمد، أمريكا ما دكتور تعرف أن ناصر، روسيا في المنطقة أيضا، الولايات وما المتحدة تعرف أن روسيا تستخدمهم أيضا لمصالحها. دائما ما تعلن أن قواعدها في العراق وسوريا تتعرض لهجمات تقف وراءها إيران. ممتاز، وما الذي فعلته الإيران؟ بايدن هو امتداد لأوباما، أوباما هو الذي دعم إيران بطريقة أو بأخرى، إما بالأموال التي تم تحويلها أو بالاتفاق النووي سيء الذكر. وبالتالي ما الذي نتوقعه منه؟ لا يمكن التفاهم مع إيران إلا بضربها في عقر دارها داخل إيران بحد ذاتها، وضرب كل الحكومات الموالية لها في العراق أو في سوريا أو في لبنان، أو الميليشيات الإرهابية الموجودة في كالحوثي في اليمن، أو الحشد الشعبي، أو حزب الله، أو حزب الدعوة، أو فاطميون، أو زينبيون وغيرهم. هذه كلها تعرف الولايات المتحدة، وتعرف روسيا، وتعرف دول الخليج العربي بكاملها، ويعرف العالم العربي بكامله. ومع ذلك لم يحظ الجديد السيد على الأرض فعليا هي إيران وميليشياتها في المنطقة. ما الرد الأمريكي المتوقع خلال الحديث الذي ذكرته؟ والله طال عمرك أنا ما أدري، دائما يأتي على بالي مثل مصري، شلو من فوق إلى أحسن موته. طيب يعني أنت الحين هو اللي ضاربك، هو اللي ماسح الأرض فيك، وأنت إلى الآن ساكت، وأنت تدري أن هذه القذائف وهذه الطائرات المسيرة جاية أصلا من إيران. نعم. إلى متى أنت ساكت؟ إلى متى؟ أنت ما تعرف أن هذا الأمر قاعد يحدث يوميا؟ معقول الأمريكي بكل قدراته وإمكانياته ما يعرف من أين تأتي تلك الطائرات؟ يعرفون تماما، ومع ذلك لم يتحركوا. والأفضل إذا احنا قاعد ننصحهم كأصدقاء، اضرب إيران في الداخل، واضرب تجمعاتها الموجودة مو فقط على الحدود العراقية الإيرانية، اضرب حزب الله في لبنان، واضرب الميليشيا الحوثي اللي انت شلتها من منظومة الإرهاب، واضرب حزب الله وحزب الدعوة وغيرهم الموجودين مع فاطميين وزينبيين وغيره. خلينا نشوف رد فعل حقيقي للقوات الأمريكية، وضحت مش الفكرة الكلام دكتور. الفاضي اللي قاعد يصير وفق قدرات الولايات المتحدة. شكرا جزيلا المستشار الأمني الدكتور ناصر محمد المصري على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من الكويت، شكرا جزيلا.